قائدا لمواكب الحق المهيبة يا ختام الأنبياء صلوات ربك والسلام عليك بدءا وانتهاء يا قائدا لمواكب الحق المهيبة يا ختام صلوات ربك والسلام عليك بدءا وانتهاء جئنا محمد من هنا جئنا جميعا كلنا صوتا يحرر مفردات الصدق في سمع الزمان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، لازلنا نواصل الحديث عن الإسراء والمعراج. تكلمنا في الحلقات الماضية عن الإسراء وما حدث فيها وعن المعراج وما حدث فيه، وهناك أمران يكثر حولهما المناقشة بين العلماء. أولهما، هل الإسراء والمعراج كانت يغزة بالجسد والروح أم كانت بالروح فقط؟ والأمر الثاني، رؤية الله عز وجل، هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه أم لم يره؟ وهل رآه بعينه أم بالفؤاد بقلبه؟ الآن إن شاء الله سنتكلم عن هذين الأمرين ونرجو من الله التوفيق. الأمر الأول، ذهبت أم المؤمنين السيدة عائشة الطاهرة الزكية الصديقة بنت الصديق العتيقة بنت العتيق، ذهبت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غادر الفراش، وإنما كانت رؤيا أراها الله له، يعني بالروح، ولم يغادر الفراش في تلك الليلة. وتبعها في ذلك جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وذهب آخرون إلى أنها كانت يغزة وبالروح والجسم معا، يعني بالجسم يغزة وليست في النوم. وكون السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، يرد على ذلك كلام السيدة أم هاني بنت أبي طالب أخت سيدنا علي. أم هاني قالت تفقدته بالليل على فراشه فلم أجده، وعاد والفراش دافي، يعني ما برد، كناية عن السرعة. فدل والعلماء قدموا رأي أم هاني على رأي السيدة عائشة، وقالوا لو كانت في النوم لما استغربها الناس، لما أنكرها الكفار، وحتى بعض المسلمين من الصحابة شك. الله يقول يعني وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس
أي امتحانا واختبارا، فلو كانت في النوم لما كانت اختبارا، لأن الإنسان اللي ما نبي ولا ويمكن ولا مسلم ممكن يشوف في النوم أنه هو في مكان بعيد، في مكان غريب، يشوف نفسه طائر بالهواء، يشوف نفسه في السماء، يشوف نفسه في أماكن بعيدة. هذا تحدث لأي إنسان. فيعني لو كانت في النوم لما كان أمرا مستغربا. وثانيا، أبو جهل لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له أسري بي، قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بين ظهرانينا، أصبحت معنا. لو كان في النوم ما كان يكون في معنى لهذا الكلام، ما كان يكون في معنى، حيقول لا أصبحت معكم، ما أصبحت أنا قاعد. لكن وأصبحت بين ظهرانينا ده معناه ومشى بجسمه. الأمر آخر أيضا يؤيد كلام أم هاني رضي الله عنها، يعني أنه النبي عليه الصلاة والسلام لو كان في النوم وبالروح لما احتاج إلى البراق، ما كان يحتاج إلى شيء يركب عليه، ما كان يحتاج. وصلاته بالنبيين أنه أخذ جبريل بيدي فقدمني فصليت بهم ركعتين، يدل على أنه بالجسم وليس بالروح. والأنبياء أحياهم الله له، فكيف يصلي بهم وهو روح؟ كل هذا وغيره يدل على أن الإسراء والمعراج كانت يغزة وكانت بالجسم والروح معا. نبينا أسرف كزرجة وناجى ربه وشاف العجب، الكلم الجبار ما احتجب وخف له فرضا قد وجب. البلبراق من مكة طار وفي فلسطين كان المطار، حيث أمر رسل العطار لوحة حلوة وأحلى الإطار. على النبي بما اللوح والله صار الحبيب بليل في وضائد من الحرام لبيت المقدس في خم، وشاهدته جميع الأنبياء على لهف المشوق تخلى كنز مهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على النبي بما في اللوح والقلم. من قبل آدم
نحو المحب جاما في داره يحمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على النبي بما في اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي بما في اللوح والقدر. بقى بقوسين أو أدنى يشعر له فالأين والكيف لا تنفذ بذكره. نال العجائب مما كان محتجبا عن العيان ما لم ينوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي بما في اللوح والقدر. فوق الخواطر لا تدرك مفاهيمه ولم ينله نبي من أولي العزم. نال المفاخر من خير لأمته منها الصلاة الذنب واللمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي بما في اللوح والقدر. وليلة القدر من يحصي فضائلها سبع المساني أتت من جملة الكرام. في بدع ليلته زف الفخار لنا والسعد حلك ناس الويسيز ياهيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي بما في اللوح والقدر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي بما في اللوح والقدر. مولاي صل وسلم نبينا أسرف كزرجب وناجى ربه وشاف العجب. الكلم الجبار محتجب وخف له فرضا قد وجب. البلبراق من مكة طار وفي فلسطين كان المطار حيث أمر رسل العطار لوحة حلوة وأحلى الإطار. نأتي إلى, 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 إلى الأمر الآخر وهو رؤية الله عز وجل. أيضا ذهبت أم المؤمنين الطاهرة الزكية السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يعني لم يرى ربه بعينه رآه بالفؤاد. ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى. فقالت ما رآه بعينه. وقالت أنا لما سمعته أن يقولون لعلها تقصد سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه قالت شعر راسي وقف. وقالت ثلاثة من حدث بهن فقد كذب. من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه ومن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة يعني استبعدت أن يكون رآه بعينه. واستدلت رضي الله عنها بآيتين من القرآن الكريم على هذا الرأي.
قالت: الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. استدلت بهذه الآية لعدم الرؤيا، واستدلت بآية أخرى، قصة سيدنا موسى عليه السلام لما قال، لما ناجى الله وكلم الله عز وجل، قال سيدنا موسى لما شعر أنه يتكلم مع الذات العلية: طمع فيما هو أكثر، طمع في الرؤية، فقال: ربي أرني أنظر إليك. فالله عز وجل رد عليه قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ما في حجر عليه حجر، صار ترابا، وخر موسى صعقا، أغمي عليه وقع. فاستدلت بذلك: وذهب سيدنا عبد الله بن عباس، وسيدنا عبد الله بن عباس هو أعلم الصحابة بتفسير القرآن، أعلم الصحابة بتفسير القرآن، فقال أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، رأى ربه بعيني رأسه. والعلماء لما ناقشوا كلام السيد عائشة وكلام السيد عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا وعن الصحابة أجمعين، لما ناقشوا هذا الموضوع غدموا رأي ابن عباس على رأي السيد عائشة، غدموا رأي ابن عباس، وذلك يعني بعد مناقشة علمية موضوعية عقلية لفهم الآية فهما صحيحا. نبينا أسرف كزرجت وناجى ربه وشاف العجب، الكلم الجبار محتجب وخف له فرضا قد وجب، البلبراق من مكة طار وفي فلسطين كان المطار، حيث أمر رسل العطار لوحة حلوة وأحلى الإطار. يا رجب في الجنة نحرى أبيض الماء من لبن كالعسل في طعم زهرة، يا رجب في الجنة نحرى. يا رجب في الجنة نحرى أبيض الماء من لبن كالعسل في طعم زهرة، يا رجب في الجنة نهرا. جاء في خبر الأمان هو شهر الله الحرام، يا كريم فتح ووالي ليك من قلب الغرام. شوف سفينة نوح بتجري في رجب كانت بي.
البداية في محرم جاء جزلي وفي جبل جودي ونهاية. يا رجب يا شهر ناير بارك النبي في هلاله فيك رسول الله ساير في العروج ليزل جلاله. يا رجب شهر الصيام كم جوائز في صيامك فيك شرفت الأيام بارك الله في أيامك. في الجنان الغصر خالص لكل من صار في رجب لكل من بالزود خامس للدنيا والشهوات حجب. وفيكم معراج النبي قل يغزو أنه سابدا وفي الحديث قمر جلي من مكة سافر بايتا. صلت على من أعرجوا في العرش كلم ربنا والاسم أعلى وأدرج نشهد بأنك حبنا. صلت على من أعرجوا في العرش كلم ربنا والاسم أعلى وأدرج نشهد بأنك حبنا. يا رجب في الجنة نحرى أبيض الماء من لبن كالعسل في طعم زهرة. يا رجب في الجنة نحرى. يا رجب في الجنة نحرى أبيض الماء من لبن كالعسل في طعم زهرة. في الجنة نهرا. أسرف كزرجب وناجى رب وشاف العجب الكلم الجبار محتجب وخف له فرضا قد وجب. البلبراق من مكة طار وفي فلسطين كان المطار حيث أمر رسل العطار لوحة حلوة وأحلى الإطار. أحد الأئمة وهو الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير قال أن كلام عبد الله بن عباس يقدم وقال وإني لأعجب كيف تستدل أم المؤمنين بهاتين الآيتين وهي من هي مكانة وعلما. السيدة عائشة نعم هي من هي مكانة وعلما كيف تستدل بالآيتين والآيتان لا تصلحان دليلا على نفي الرؤيا. قال أما الآية الأولى ده كلام الإمام أما الآية الأولى وهي قوله تعالى لا تدركه الأبصار قالت الآية نفت
الإدراك ولم تنفي الرؤية، نفت الإدراك ولم تنفي الرؤية. وفرق بين الرؤية والإدراك، الإدراك درجة أعلى من الرؤية، أعلى من الرؤية. نحن مثلا بالنهار نرى الشمس، نراها بأعيننا، لكن هل ندرك حقيقتها؟ هل الشمس بنفس الحجم الذي نحن نراه؟ طبعا لا. كيف تستعر وترسل هذا الضوء؟ ما حقيقتها؟ ما عناصرها؟ الإدراك، ده الإدراك، نراها ولا ندركها، لا ندرك حقيقتها. نحن نرى القمر ليلا البدر، لكن هل ندرك حقيقة هذا البدر؟ هل هو في نفس الحجم الذي نراه؟ طبعا لا. كيف يرسل هذا الضوء الجميل؟ مما يتكون؟ ما هي عناصره؟ العلماء يدركون شيئا وتغيب عنهم أشياء لا يدركونه. فالإدراك مرتبة. نحن مثلا نذبح الخروف ونستخرج القلب ونشوفه ونشرحه ونقطعه، لكن كيف يعمل هذا القلب؟ قلب الإنسان كيف يحمل العناصر؟ يحب ويكره ويرضى ويغضب ويسور ويرضى، وكيف يحمل هذا؟ كيف يتكون هذا؟ العلماء يدركون شيئا وتغيب عنهم أشياء، تغيب عنهم أشياء. فالإدراك يعني نحن نرى العين، نرى أشياء كثيرة، مظاهر الكون كلها نراها، ولكن لا ندرك حقيقتها، ندرك أشياء وتغيب عننا أشياء. فالإدراك مرتبة أعلى من الرؤية. أظن بعد الأمثلة التي ذكرتها لحضرات المشاهدين الكرام لم يعد هناك شك في الفرق بين الرؤية والإدراك، وأن الإدراك أعلى من الرؤية. نبينا أسرف كزرجت وناجى ربه وشاف العجب، الكلم الجبار محتجب وخف له فرضا قد وجب، البلبراق من مكة طار وفي فلسطين كان المطار، حيث أمر رسل العطار لوحة حلوة وأحلى الإطار. قم يا ماشي ليه من عرجة شوق الليلة، هيا قام الراوي حس ومرجة غوص في بحور اللججة لمن عرجا. يا اخوانا جاب الخزنة الملي مرجا من در لا لآلي ومرجا لمن عرجا الشوق الليلة. الليلة جاب النابشة برمة ودرجة في تنظيمه فصل ومرج ليه من عرجا، هيا صاح وقال يا ذو الفرجة أنا توريني عظيم الدرجة ليه
لمن عرجا شوقي وشوقي يا قوم يا ماشي لمن عرجا شوقي الليلة قوم يا يا قامر راوي حسه ومرج غوس في بحور اللجج اللي من عرجا جاب الخزنة الملي مرجا من در لا لا آلي ومرج اللي من عرجا شوق الليل قوم يا هيا جاب النبشة برمه ودرج في تنظيمه فصل مرج ليه من عرجا صح وقال يا ذو الفرجا توريني عظيم الدرج ليه من عرجا شوقي الليل اقوم نادى غلام خجل وبرج بدا تنظيمه والطار هرج ليه من عرجا جمع الأمة من وين كرجا يا يوريها العجب والفرج ليه من عرجا شوق الليل أقوم يا يوم ميلاد وقال انخرج من بطن امه النور سرج ليه من عرج الايوان وقع واندهج هيا الايوان وقع واندهج والاصنام كذلك سهج ليه من عرج شوق الليل قوم ليلة ناير الوجنة سمح الفلج يوم في الغار نهار خرج ليه من عرجا أبجهل اللعين في ملجا هيا أبجهل اللعين في ملجا يعد مراس نتحد دلج ليه من عرجا شوق الليل قوم الناس يا عظيم الدرجة كل واحدين مشوبه في ججل من عرجا جيتك يا عظيم الدرجة هيا هيا جيتك يا عظيم الدرجة هي تنغز من عميق اللججل من عرجا شوق الليل قوم يا ليلة عبدك عاجب يا من عرجا في العيلة العجام الطرج ليه من عرجا لكن حبه فيك مندرجا لكن حبه فيك مندرجا ليلة نال بك السرور والفرج ليه من عرجا شوق الليل قوم يا ليلة عبدك عاقب يا من عرج في العيلة العجام الطرج ليه من عرجا يا لكن حبه فيك مندرجا لكن حبه فيك مندرجا يا نال بك السرور والفرج ليه من عرجا شوق الليل قوم يا ليلة الصلاة والسلام مبتهجة للحبك تفرح ودهج ليه من عرجا في العادة كتسرج سرجا هي في العادة كتسرج سرجا
الليلة كالفار الفنا والرهج من عرجة شوقي الليلة قوم يا ليلة دي الصلاة والسلام مبتئجة ليل حبو كتفرح وتهج من عرجة في العادة لا تسريك سرجة أيوة في العادة لا تسريك سرجة ليلة كالفار الفنا والرهج من عرجة شوقي الليلة قوم يا هيا اقوم يا ماشي ليه من عرجة شوق الليل اقوم يا هيا اقوم يا ماشي ليه من عرجة شوق الليل اقوم ليل اقوم يا ماشي ليه شوقي نبينا أسرف كزرجت وناجى رب وشاف العجب الكلم الجبار محتجب وخف له فرضا قد وجب البلبراق من مكة طار وفي فلسطين كان المطار حيث أمر رسل العطار لوحة حلوة وأحلى الإطار والقرآن نفى الإدراك قال لا تدركه وما في إنسان في الدنيا لابن عباس ولا غيره يعني قال أنه يدرك حقيقة الذات الإلهية هذا مستحيل ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الأنبياء ولا المرسلون ولا الملائكة المقربون لا يستطيعون إدراك حقيقة الذات لا يستطيعون لم يقل بهذا أحد ولذلك القرآن نفى عن الإدراك طيب الآية الثانية الآية الثانية بقى نفى الرؤية قال لن تراني الإمام قال وهذه أيضا لا تصلح دليلا لأن الرؤية منعت من سيدنا موسى وما يمنع من شخص يمكن أن يعطى لشخص آخر خاصة إذا كان الشخص الآخر أعلى مكانة وأعلى رتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع أعلى مكانة وأعلى رتبة فكون سيدنا موسى منع الرؤية لا يلزم من ذلك أن يمنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو الله عز وجل وده كلام الإمام ما كلامي أنا لو الله عز وجل أراد أن يمنع الرؤية مطلقا ما كان قال لسيدنا موسى لن تراني كان قال له لن يراني أحد كان يقول كده لن يراني أحد لكن قال له لن تراني أنت معنى ذلك يجوز أن يراه غيره ورسول الله أعلى رتبة قال الإمام أيضا لم يكتفي بهذا مع أنه هذا كلام مغنع جدا لكن ذهب إلى أكثر من ذلك قال الآية نفسها تحمل جواز الرؤيا الآية تحمل جواز الرؤيا كيف؟ قال الله عز وجل تجلى للجبل تجلى للجبل قالوا كشف عن أنوار الذات العلية للجبل مقدار رأس الإبرة فالجبل صار دكا فالجبل مخلوق من مخلوقات الله وربنا تجلى للجبل بنص القرآن هذه لا ينكرها أحد فإذا أمكن التجلي لمخلوق أمكن التجلي لمخلوق آخر إذا أمكن التجلي
لمخلوق، إذن أمكن التجلي لمخلوق آخر. وكون الجبل صار دكا لا يلزم من ذلك أن يصير رسول الله صلى الله عليه وسلم دكا. لماذا؟ لأن الجبل لم يكن مدعو لهذا الموقف، لم يكن مهيئا لهذا المقام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مدعو ومهيئ لهذا المقام، فلا يمكن أن يصير دكا، لأنه هو أو قد أرسل إليه أو قد بعث إليه، جاءه جبريل وأخذه وتقدم من سدرة المنتهى إلى عالم الجبروت الذي لم يطأه مخلوق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو مدعو، مدعو للحضرة الإلهية، لذلك لا يمكن أن يصير دكا. فبهذا يثبت لنا ثبوتا قطعيا كلام ابن عباس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني رأسه، وما ذلك على الله بعزيز. نبينا أسرف كزرجت وناجى ربه وشاف العجب، الكلم الجبار محتجب وخف له فرضا قد وجب. البلبراق من مكة طار وفي فلسطين كان المطار، حيث أما الرسل العطار لوحة حلوة وأحلى الإطار. سابع شهري في الهجرية، شهر الإله رجب، شهر اليسر والإعراض، وصفر صون شهر الرب. سابع شهري في الهجرية، شهر الإله رجب، شهر اليسر والمعراج، وصفر صون شهر الرب. سابع شهري في الهجرية، شهر الإله رجب، شهر اليسر والمعراج، وصفر صون شهر الرب. سابع شهري في الهجرية، شهر الإله رجب، شهر اليسر والمعراج، وصفر صون شهر الرب. تباشر خير وذكرى لذية دائما للإله دحب، دائما للإله دحب، رابع الحرم طلب هي فيه رسول شاف له عجب. سابع شهري في الهجرية، شهر الإله رجب، شهر اليسر والمعراج، وصفر صون شهر الرب. القرآن جليس شعار، دعوات فيه مزايل كرب. سابع شهري في الهجرية، شهر الإله رجب، شهر اليسر والمعراج، وصفر صون شهر الرب. رحمات الإله تنصف بالطاعات، عبر الدار يشهد لنا شهر رجب. سابع شهري في الهجرية، شهر الإله رجب، شهر اليسر والمعراج، وصفر صون شهر الرب. أصحاب الرسول حبوه وشوق له فاض غلب، شوق له فاض غلب، بالصوم غدرهم علوه رضوان الإله ما
الصلوات وصفوا رسولنا شهر الرب. صلاتنا على الحبيب الهادي الأسرى وعرج في رجب، الأسرى وعرج في رجب، سلام التاج بغير تعدادي من الحوض جميع نشرب. سابع شهر في الهجرية شهر الإله رجب، شهر الأسرى والمعراج وصف رسولنا شهر الرب. سلام التاج بغير تعدادي من الحوض جميع نشرب. سابع شهر في الهجرية شهر الإله رجب، شهر الأسرى والمعراج وصف رسولنا شهر الرب. سابع شهر في الهجرية شهر الإله رجب، شهر الأسرى والمعراج وصف رسولنا شهر الرب. سابع شهر في الهجرية شهر الإله رجب، شهر الأسرى والمعراج وصف رسولنا شهر الرب. سابع شهر في الهجرية شهر الإله رجب، شهر الأسرى والمعراج وصف رسولنا شهر الرب. نبينا أسرف كزرجت وناجى رب وشاف العجب، الكلم الجبار محتجب وخف له فرضا قد وجب. البلبراق من مكة طار وفي فلسطين كان المطار، حيث أمر رسل العطار لوحة حلوة وأحلى الإطار. نحن ذهبنا إلى أن يعني قدم رأي ابن عباس رضي الله عنه وتبعه جماعة من الصحابة والعلماء من السلف والخلف أيضا، والآن يعني كثير من المادحين الذين مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من الذين فتح الله عليهم، لأن نعتقد أن المادحين أتوا بمعاني هي فتح رباني فتح إلهي، وهذا معلوم لمن يسمع ويتدبر، يعني لمن ألقي يعني ألقى السمع وهو شهيد. ما يسمع سماع الغافلين، ما سماع الغافلين المنكرين. في ناس يسمعون المدايح وهم أصلا دخلوا على السماع برؤية الإنكار، بعقلية الإنكار، بروح الإنكار، يعني ولذلك لا يستفيدون ولا يفهمون ولا يفهمون المعاني التي تقال. فهؤلاء يعني ينظرون بنور الله، ربنا فتح بصيرتهم ونور بصيرتهم، فذهبوا إلى ما قاله سيدنا عبد الله ابن عباس. نختم الكلام عن الإسراء والمعراج، ونحن تكلمنا قليلا عن المشاهد التي أريها النبي عليه الصلاة والسلام. نذكر بعض المشاهد التي لم نذكرها في الحلقة الماضية. من المشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت ثورا تور كبير خرج من جحر صغير ثم أراد أن يعود فلم يستطع، داير يرجع تاني ما قدر. قال: فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا مثل الرجل، الرجل أو المرأة، يعني لما نقول الرجل ما بنعني الخصوصية،
وإنما مجرد تمثيل. الرجل أو المرأة مثل الرجل يقول الكلمة ثم يندم عليها فيحاول إرجاعها فلا يستطيع. يعني واحد يقول كلام من غير ما يفكر، من غير ما ينظر في عاقبة الكلام ده، من غير ما يعرف معنى الكلام، يتكلم بس كلام ساكت من غير تفكير، ثم يندم يقول يا ريتني ما كنت قلت الكلام ده، يا ريتني ما كنت قلت هذه الكلمة، يا ريت ما كنت تكلمت. يندم لكن ما خلاص لن يرجع مرة أخرى. قال ثم رأيت يعني جماعة من أمتي أو جماعة من الأمة لهم بطون كبيرة، الواحد بطنه زي التل زي الجوز، والناس يمشون عليهم ويطؤونهم بأقدامهم، فإذا حاولوا القيام سقطوا لم يستطيعوا القيام. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء آكل الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، زي كأنه بي صلع من الشيطان ما يقدر. ديل آكل الربا، والربا أمره خطير وأمره كبير، ويعني في بعض المعاملات حتى التي نتعامل بها في السودان لعله يدخلها الربا، لأنه في ربا النسيئة وفي ربا الفضل، وربا الفضل أخطر. ربا النسيئة ده واضح واحد يشيل قروش يردها بالزيادة، لكن ربا الفضل يدخل في المعاملات، في الطعام، في الذهب، في الفضة، في كثير من الأشياء يدخلها الربا من غير الإنسان ما يشعر بذلك. وعدم الفهم لا 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 يعفيه من المسؤولية. والذين يأكلون الربا ربنا آذنهم بالحرب، أذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة بتاعته الشهيرة في فتح مكة يعني ألقى الربا، قال كل ربا ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أبدأ به ربا العباس بن عبد المطلب، يعني بدأ بآل البيت، التعامل كان في الجاهلية وهكذا. فيعني قال ده مثل الذين يأكلون الربا. مثال أخير نذكره، قال رأيت جماعة يأكلون الجمر، الجمر جمر النار، الجمر المعروف العديل، يأكلون الجمر فإذا وضعوه في أفواههم خرج من أدبارهم، يخط الجمر في خشمه تنزل من تحت. قال قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك الناس يحذروا، ما واحد تمتد إيده إلى مال يتيم يأكل منه ولو قليلا. فيعني الإسلام وضع مكانة للأيتام، وإن شاء الله سنخصص حلقة كاملة عن الكلام عن اليتيم في هذه القناة لاحقا إن شاء الله تعالى. فده مثال للذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ربنا قال إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهكذا المشركون
أرادوا أن يتأكدوا من صحة الرؤية، من صحة الكلام، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون أنه لم ير بيت المقدس، ما سافر من مكة إلى بيت المقدس أبدا، فقالوا له صف لنا بيت المقدس، أنت مش مشيت ورأيته وصفوا لنا. وهم ذهبوا إلى هذه المنطقة ورأوا البيت، هم شافوه وهم أشافوا، فقالوا له صف لنا البيت. قال أنا طبعا دخلت بالليل وطلعت بالليل، ما خليت بالي لكل صفات البيت، وما توقعت إن يجي، ما توقعت أنهم يجي يسألوني السؤال ده. فجبريل عليه السلام بأمر الله رفع البيت، بيت المقدس، ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فطفق ينظر إليه ويصفه بابا بابا ونافذة نافذة، البيت كذا وبابه كذا والنوافذ كذا وفيه كذا والصخرة كذا وموضوع كذا. قال أنا أنظر، أنظر إلى البيت، جبريل ماسك البيت قدامي، رابع قدامي، أنا أنظر إليه وأصفه لهم. فقالوا ناس أبو جهل، أما الوصف فقد صدق، وأما الحادثة فلا نصدقها. سبحان الله، ما أراد الله بهم السعادة، كتبت عليهم الشقوة، غلبت عليهم شقوتهم. قالوا أما الوصف فقد صدق، وأما الحادثة فلا نصدقها. ولذلك سيدنا أبا بكر الصديق يعني صدق من غير تردد ومن غير شك ومن غير ارتياب، ولذلك سمي الصديق رضي الله تعالى عن الصديق. وبارك الله فيكم، ونستودعكم الله، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قائدا لمواكب الحق المهيبة، يا ختام الأنبياء، صلوات ربك والسلام عليك بدءا وانتهاء، يا قائدا لمواكب الحق المهيبة، يا ختام الأنبياء، صلوات ربك والسلام عليك بدءا وانتهاء. جئنا محمد من هنا جميعا كلنا، صوتا يحرر مفردات الصدق في سمع السماوات، صوتا يحرر مفردات الصدق في سمع السماوات.